ميري انفكشن هو جنرال انفاين والانكولوجي 1 بي 1 اكس راي 35 years old female after motor car accident repeat fracture base. Fracture base يعني مين اللي افكتد؟ ايه الاولد بيتشوتري بيتشوتري فراكشر بيز لان هي بيز اوف سكال هي في دي اللي فيها بيتشوتري فالبيتشوتري افكتد دي اسمها كوز ديكلاين في مين يعني الحاجه بقى اللي هتبقى سكريتد من البيتشوتري هل الدوبامين سكريتد من البيتشوتري؟ لا يبقى ده غلط جوناتروفنز طبعا طيب اوكسيتوسن ويجي لان سكريت المفهوم الهايبو ثالاموس وبعدين هينزل تحت على البيتشوتري عشان في مشكله في مشكله دلوقتي في الوصله لا لا مش الوصله هو بيقول لك الفراكشر حصل لك فراكشر بيز يعني انت الهايبو ثالاموس كويس البيستيريو اتاثر بيه ده ما كانش لا بس الهايبو ثالاموس فوق البيتشوتري فالفراكشر بيز ده مكان البيتشوتري ده مكان البيتشوتري ايوه بس هو البيستيريو طب يعني احنا مختلفين على الاوكسيتوس يعني الدوبامين لا غلط الجوناتروفنز دي صح والمختلفين على الاوكسيتوس ماشي طيب نكمل برولاكتين ها الدوبامين يعني هو المفروض ان هو الدوبامين ده ايه ده بيبقى يعني بس البرولاكتين ده بيسكريتد منين البيتوزي البيتوزي كويس دلوقتي احنا عندنا مشكله في الدوبامين وهو ده لا البيستيريو بس هو الاوكسيتوسين كويس ومين معاه الايديال بالظبط كده فكل ده بيبقى من البيتوتري بس اللاكتوبروف سيلز على فكره هي اخر واحده بتبقى افكتد في البيتوتري يعني اللاكتوبروف سيلز هي دي اخر واحده تبقى افكتد حتى الكلام ده قلناه في الانتي سيلا سندروم في الانتي سيلا قلنا ان هو الاول هتلاقي كل الحاجات قليله لكن ممكن في الاول تلاقي هايبر برولاكسينيميا بعد كده لينتر اون بتبقى ان البرولاكتين ده بيرجع يبقى قليل خلاص فده الكلام ده برده قلناه في الانتي سيلا سندروم يبقى وبعدين في واحد بيقول لك اول اوف ذا باور طب يبقى انا اختار ايه انا الدوبامين ده غلط الجوناتروفين ده صح خلاص اوكسيتوسين انا مش عارفه والبرولاكتين غلط يبقى انت هتختار ايه بالظبط جوناتروفين لان في اجابه بتقول لك اول اوف ذا باور هختار ايه ماشي بس الاوكسيتوسين مش هو برده المفروض ان هو يقل يعني لو ليه يقل اما دلوقتي ما هو البوستيريور كده دمرتها فهو ايه طب ثانيه واحده بس يعني انت عايزه تختاري محتوى قدامنا حاجه يا جماعه الجوناتروفين ماشي طيب طيب بصوا طب ما هو يا جماعه هي دي بتبقى عباره عن ايه ده كيس يعني ايه كيس يعني انا بختار اجابه واحده امتى كنا نقعد ان احنا نتناقش كده لو هي ام ار كيو ده فاهم هيلخبطك اللي هو طب هختارها ولا ما اختارهاش لكن انت بتختار هنا ذا بيست انسر وانا عايزه اعرف ايه هي هتقل ولا لا لا هي مش هتقل لا هي مش هتقل ممكن بعد كده تقل ممكن بعد كده يبقى فيها ان هي تقل فيبقى في لكن في الاول خالص ما فراكتشر بيز هلاقي ايه الحاجات اللي قل لا هو الجوناتروفنز التي اس اتش الاي سي تي اتش دول حاجات هلاقيها بتقل لكن بقيه الحاجات بقى على حسب بعد كده ايه اللي حصل طب okay. هو اساسا من الهايبوثالاموس من فوق وبعدين هما بيتكلموا على ان هو طب ما هو الهايبوثالاموس ممكن يبقى افكتد والتراك اللي بينقل من الهايبوثالاموس لهنا ممكن يبقى افكتد يعني بعديها ممكن يقل ولا اصلا كده الهايبوثالاموس كده ممكن تدايركت من الهايبوثالاموس ممكن طبعا ممكن يدايركت مش لازم في الهايبوثالاموس هايبوفيزيال ممكن طبعا ماشي بس هما بيتكلموا ان هو ممكن برده يقل خدوا بالكم كل اللي احنا عمالين نتكلم فيه ايه ده ممكن يحصل كذا بعد كده فيقل او ما يقلش وكله ديبيتبل اللي هو على حسب الكونديشن بعد كده ايه الفولو اب بتاعنا لكن اللي اكيد هيحصل في الاول الجوناتروفنز هتقل طبعا من غير نقاش وحتى عشان كده هو ما حطلكش كمان تي اس اتش واي سي اتش لان دول برده هيقلوا في الاول كان كده هيلخبطك هتختار ايه او لو كان اختار حط لك بقى تي اس اتش واي سي تي اتش وجوناتروفنز وكده خلاص هتختار اول اوف ذا اباف ماشي 2 اي اثنين patient presents with amenorrhea lactate syndrome her prolactin is elevated and she is not pregnant and the zofarone should be elevated for possible zofarone should be evaluated for possible increase مين اللي هيبقى possible increase معانا ال TSH مش يعني فين المشكله هو مش TSH لا CRH من فوق من فوق طب ليه مش دوبامين مش دوبامين لو زاد هقلل هيعمل لا هتاثر اوكي طيب ثلاثة ايه ثلاثة which statement best describes estrogen positive feedback on LH it's affected by the level of the circulating estrogen طبعا اي feedback هيبقى affected بالليفل نخليه معانا ده it's enhanced positive feedback by testosterone مالوش علاقه انا affected by progesterone ليه علاقه بسيطه انا affected by the duration of estrogen stimulation هو اول واحد positive feedback على ال LH it's affected by the level of circulating هو بيتكلم على التستيرون ده مش افندم التستيرون مش هيفكت هو بيفعل على فين الاستروجين وبعدين enhanced by the testosterone fast feedback لا مش enhanced by the testosterone خالص ليه لا يعني مش بيستيميليت بالتستوستيرون خالص ملوش علاقه
طب ليه انت قلتي كده بس عشان انا بالي ان البوستيريور هو بعد كده بيتحول ايه يعني والنبي يا جماعه يعني بلاش حاجه عن طريق حاجه يعني فاهم خلوها دايركت بس يعني ده السؤال ده سهل قوي سهل سهل بفظاعه اللي هو لو جبته لحد ما مش هيعرفش نسا بيقول لك ايه ديسكرايب استروجين بوزيتيف فيدباك على ال اتش ذا ليفل اوف سيركيت طبعا ده بيقول لك الاستروجين على ال اتش ويقول لك الليفل اوف سيركيت اكيد اكيد يعني لما في ده المفروض ده يبقى هديه مش المفروض ده ان هو ده لما احنا بنجيبه ما هو ده الفكره انت بتخرجوا ايه ده الامتحان كان صعب جدا ايوه لان انت ما كنتش بتحل الامتحان انت كنت بتحل حاجه في دماغك لكن الامتحان نفسه اللي قدامنا ده سهل ده يعني فاهمين ازاي طيب 4 سي 4 5 ايه 6 دي 7 بي 8 سي 9 سي 9 31 years old patient is preparing to start IVF due to obstructed tubes type should be done prior to starting انا المفروض اشيل التيوبز بس انا هشيلها باي سالبنجكتوميز اتس بيتر طبعا تيوب الديسكونكشن يعني ان هو بس كليبتات خلاص فدي خليها معايا سي هيدروسالبين شود درين باي ترانسفاجينال اسبيري لا طبعا اولا مش هعرف اطوله حتى لو طولته هيرجع على طول يبقى انا كده ما حلتش حاجه لا ده غلط برده هيدروسالبين شود درين باي هو كلمه درينج ما ينفعش لانه هيرجع على طول فبالتالي الاجابه اللي هي مور منطقيه اللي هي سي ان انا هعملها سالبنجكتوميز او اللي هي تيوب الديسكونكشن بكام هناك عشان تكمل اكتوبيك ولا مالهاش دعوه لا اكتوبيك هتيجي منين اكتوبيك ما هي مقفوله التيوبس انت خايفه ان هو الميه اللي جوه بتاعه الهيدروسالبنس دي ده انفلاماتوري الهيدروسالبنس ده انفلاميشن فبتنزل هي مفيش بروكسيمال اوبستراكشن يا دكاتره انت عندك ديستال اوبستراكشن خلاص فبالتالي الميه بتاعه الهيدروسالبنس دي بتنزل جوه اليوترين كافيتي فهتعمل هتبقى توكسيك للفيرتلايزد اوفم او الامبريو اللي انت نقلته فانت عايز تفصل هذا التوكسيك ماتيريال ما توصلش للفيرتلايزد اوفم او للسايت اوف امبلانتيشن فعايز تفصلهم يا اما هتعمل تيوب الديسكونكشن اللي هو تقفل التيوبز دي يا اما هتشيل التيوبز الاثنين وتاكل بس انت لازم تعمل لها ديسكونكشن يعني لازم تفصل هذه الميه اللي هو الهيدروسالفكس التوكسيك تو ذا امبريو تو ذا فيرتلايزد اوفم عن السايت اوف امبلانتيشن يعني ممكن تيوب الديسكونكشن دي تبقى حاجه عملها تمثلي يعني وبعد كده لحد ما تتعالج تشوفها بايظه ما هي تشوفتين بايظين مش هم عندها هيدروسالبنس يا دكاتره هي هتحمل الست دي لستها مع نفسها لا هو عندها ديستال تيوب الاوبستراكشن عندها بايلاترا ديستال تيوب الاوبستراكشن هي مش هتحمل طبيعي طب خلاص احنا مضطرين نعمل اي في اف خلاص هنعمل اي في اف بس الاي في اف الريزلت بتاعته هتبقى وحشه ليه هتبقى وحشه لان انت سايب حاجه بعد ما تعمل اي في اف امبريو ترانسفير في ميه بتنزل جوه فهتبقى توكسيك للفيرتلايزد اوفر فقبل ما تعمل الاي في اف وتدخلها في قصه الاي في اف لازم تطمن ان المكان بتاع الامبلانتيشن مش وحش مش انسوتبل فور امبلانتيشن فلازم تفصل هذه التيوبس تفصلها بقى بتيوب الديسكونكشن تفصلها بسالبنجكتمس تفصلها زي ما تفصلها وبعدين تكمل لها الاي في اف طب ما هي كده مش هتحمل طبيعي ما هي اصلا ما كانتش هتحمل طبيعي ما هي عندها بايلاترال ديستال تيوب بلوك خلاص واضح ب 10 اي 11 اي 11 First 2 years old woman with amenorrhea 6 weeks duration undergo surgery for acute appendicitis. Time surgery is 3 centimeters. طبعا اول حاجة وانا بقرأ اول جملة دي فكرنا في ايه؟ الحقيقة انا فكرت انها حامل. Most common cause لسكندري امنورية واحنا عندها 22 سنة تبقى حامل. خلاص ما احنا فكرنا يعني المفروض ان احنا نفكر انها تبقى حامل اساسا. خلاص هو مشكلة عندنا دكاترة الجراحة كل مش عندنا بس حرام يعني كل دكاترة الجراحة عامة مش بيجي في مخهم خالص قصة الحمل والبريجنسي ولا عمرهم بيسألوا على اللاست منسترول بيريد امتى لأي واحدة هيعملوا لها عملية ودي طبعا حاجة مهمة جدا يعني ما ينفعش يعملوا لها عملية وهي بري منسترول مثلا يعني الاميونيتي والانفكشن والكلام ده يعني ومدخلاها كمان تعمل ابندكس طب ما انت ديفرنشال دايجنوز او ابندكس اول حاجة اكتوبيك فبالتالي او ممكن تبقى كومبليكيتد كوبسليتيم فانت لازم الحاجات دي تبقى ان يور دايجنوز فالمهم يعني هي داخلة تعمل ابندكتومي اساسا سيرجري 3 سنتيمتر لفت اوفيريان سيس از سكابر طب تفكروا ان ال 3 سم دي ايه؟ كوربس ميديم ريليتد برضه للبريجنسي ده المفروض نفكر فيه اتس فاسكولار ابيرز تو كونتين بلاد فيلد سنترال كافيتي ماشي مع كوربس ميديم طبعا
سيرو فرانسيس باسر الحامل هيعرفوه يعني اون تيبل كتير بيعملوا كده على فكره بيندهونا طب هي حامل ولا لا طبعا هو ما سالش على الاسم بنسالهم احنا ما سالش حامل ولا لا نقول لهم اللاست ميسو بيريد امتى عشان نعرف هي ممكن تبقى في بوسبيلتي او فرانسيس ولا تلاقي نيت طبعا ما بيتكلمش واللي معاه بقى يعني هم يعني المدرس ولا الاستاذ مساعد ايه هي اللاست ميسو حضرتك ما حدش ساله اساسا ما كنتش هتسال فيروحوا عاملين لها ايه ساحبين عينه الدم ويعملوا لها فرانسيس اون تيبل او بلاش من البول خلاص من القسطره اللي هي محطوطه دي ويعملوا بريجننسي تيست اون تيبل اه تقول على الحامل فعلا طيب فبيقول عملوا لها بريجننسي تيست على الحامل وتش اوف فالون ديزموس ابروبريت نيكست ست هتعمل ايه هل اوبري واتش ريسكشن ولا اوبري سيستكتومي ولا اوفركتومي ولا سابنج اوفركتومي ولا عايز ولا اي حاجه ست حامل مبروك يا مدام لما تصحى بقى وخلاص هنعملها ايه ده تور بس بيتم ابريجننسي لو شيلته هيحصل ايه هتأبورت طبعا لان هي معتمده على الهرمونز بتاعه الكوربس لوتيام دي لان لسه البلاسنتا ما اتكونتش البلاسنتا بتتكون بعد 12 اسبوع فانت لو شلت الكوربس لوتيام دي الست هتأبورت فانت طبعا بتحافظ عليه طبعا يعني ما هو ده تحت أبورت الست لو شلت الكوربس لوتيام اساسا فهو ده نورمال فايندينج ست حامل عندها كوربس لوتيام وخلاص ماشي اوكي لو عندها بنتسايتس فعلا هتشيلها عادي ماشي الافندكس اه هتشيليها اه ما هتسيبيها تنفجر مش هتموتيها فانت بتدخليها عادي بس الستريس اوف سيرجري كويس ممكن يستيميوليت يوتراين كونتراكشن فلو انت عارفه انها حامل بتدي لها حاجه توكاليسز قبلها تديها بروجستيرون برده قبلها عشان مش يستيميوليت اليوتراين كونتراكشن نعم ولا 10 ده بعدين هتجي بعدين طالما فوتني في الفيرست في الفيرست عمسر ما بتشيلهاش لان برده ممكن تبقى الان ديفرنشال دايجنوز كوربس لوتيامسس في الثيرد عمسر برده ما بتشيلهاش لان يعني انت بتخاف على البريجننس ان هو تبقى بريتور اللي بنشيلها لو عندك اوفيريان سيست في السكند ترامستر ليه لان هي لايبل فور تورشن بيبقى اليوترس ده لسه صغير وطلع ابدومينال فهي لايبل فور كومبليكيشن فانت لو قابلك اوفيريان سيست في ديورينج بريجننسي عامه بتستنى السكند ترامستر وتشيلها ما تشيلهاش في الفيرست ترامستر لحسن تكون كوربس لوتيام سيست وانت لو شلتها تعمل ابورشن او تنجوس ابورشن لسه اوكي 12 اي 12 33 years old woman who underwent normal puberty describes an 18 month history of secondary amenorrhea and hot flushes. طيب يبقى كده تفكر في ايه؟ secondary amenorrhea لوحدها مش بنفكر في ايه؟ pregnancy hot flushes premature menopause بالظبط. pregnancy is negative فكرنا ان حامل pregnancy negative و FSH في السماء خلاص دي premature menopause. She desires pregnancy with a current partner which is the following most appropriate next step. هتعملها كاريوتايبنج؟ طبعا لا ست دي ست يعني ما احنا عارفين طبعا هي يعني كان بيجيلها ماس عايز كلامي فانسي تريت تعملها اندكشن لا ما عندهاش ما عندهاش اوفر ما عملها اندكشن في ايه يعني ده كده بقى يعني هعمل شغل على الست يعني ما هدي لها اندكشن على ايه ما هو ما فيش اوفر ما انا بدي اندكشن عشان اطلع اوفر هي مش اوفر اصلا دكتور هو في دكتور كانت قايله مره ان لما واحده جالها بريماتشر مينوبوز ممكن افكر في اللي هي انها كانت مذكر فبنعملها كاريوتايب ايوه بس بصي الاف اس اتش ايه ماشي حتى لو طالعت مزعج ترنر يعني بعد هتقول لها ايه هي برضه بريماتشر منوبوز يعني هي الدياجنوز في الاخر ايه كده كده يعني بريماتشر منوبوز ديو تو مزعج ترنر ديو تو هي كونستيتوشن ديو تو وات ايفر الكوز بس هي بريماتشر منوبوز يعني الدياجنوز بتاعنا بريماتشر منوبوز يعني ست جايه بتقول لك انا عندي 33 سنه هي كده في العياده انت قاعد جات لك واحده عندها 33 سنه بتقول لك انا بقالي سنه ونص ما جاتليش دوره وبحس ان انا عندي هوت فلاشز فانت فكرت في الاثنين يا اما تبقى بريجننت بس طبعا بريجننت بقالها سنه ونص يعني مسترعله شويه وعندها هوت فلاشز كويس هتعمل لها الاف اس اتش والعيش دي لقيتهم في السماء فهي جايه تقول لك لا بس انا عايز احمل وانا عندي 33 سنه وجوزي عايز عيال وكده وانا عندي 33 سنه هتقول لها ايه او هتعمل لها ايه؟ يعني كل تروفي سيميليتنج يعني تعملها اندكشن بي جي ان ار اتش الكلام ده برده لازم يبقى فيه اوفر مفيش اوفر اي بي اف اي بي اف لوحده غلط امتى كان ممكن اي بي اف تبقى صح؟ لو في اوفر ويز اوفر دونيشن لو قال لك اي بي اف ويز اوفر دونيشن قال له ممكن تبقى صح لان هي ما عندهاش اوفر لكن اي بي اف لوحده كده مع الست دي بجوزها ده هي نفسها مفيش اوفر اصلا ولا استروجين ريبليسمنت ثيرابي ما دام انا ممكن اجيب لك دوره لكن مش ممكن خالص انك انت تستحملي فهو اللي ممكن توفر طبعا استروجين هو طبعا الاحسن اتش ار تي بس مش موجود في الاوبشنز خلاص يعني مش ما حدش بيدي استروجين ريبليسمنت ثيرابي طب امال هختار ايه كلهم غلط فمضطره ان انا اختار الاستروجين ريبليسمنت ثيرابي اوكي يعني لكن هي المفروض انها اتش ار تي او هرمون ريبليسمنت واضح طب الجمله اللي هي اندر وينت نورمال بيبرتي دي هي سيجنيفيكانت الجمله دي يعني ما كانش عندها مشكله في البيوبرتي ولا انها ديليت بيوبرتي ولا ان هي يعني ما كانش عندها مشكله في يعني عايز اقول لك ان هي من ساعه ما ابتدت هي كان هرموناتها طبيعيه في الاول ما كانش عندها مثلا ديليت او بريكوشس او وات ايفر بس يعني عايز يبين لك ان هي كانت ست طبيعيه جدا 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 بس دخلت في بريماتشور منوبوز بس انا كده كنت عارفه ان السايد افكت بتاع الاستروجين ملوش فايده اصلا
ثانية واحدة، ما احنا بنقول ان هو الاستروجين مش هو الاوبتيمال، الاوبتيمال اتش ار تي. طب انت تحبي تدي لها ايه من دول؟ ايه؟ ولا واحده. ايوه يعني مش هتجاوبي، هتسيبيه فاضي؟ هتاخدي كام لو سبتيه فاضي؟ ايوه انا عايزه ديزاير فور بريجننسي ومش هينفع ليا. ايوه يعني هتعملي ايه؟ دي الاوبشنز اللي قدامك، هتقولي لها ايه؟ هتدي لها ايه من دول؟ لو هو قدامك حاطين لك الادويه دي، ايه اللي ممكن تختاريه انك انت تديه للعيانه دي؟ ولازم تختاري حاجه. خلاص بلاش، حلوه ما تختاريش، بس تبقي انت عارفه انك هتاخدي في نمرتك في السؤال ده. ما هو صح ولا لا؟ ما هو ده سؤال. ليه نمره؟ اكيد مش نمرته ان هو لا دي شاطره يعني البابل شيت ما فيهوش فاضي يعني فاهم، ما فيهوش التريك دي يعني. ما هو ده كونسبيرسي ثيوري بقى يعني، ما متقفله اللي هو متقفله حتى على الاجابه بتاعتك، لان احنا قايلين لك من الاول ان هو في وان انسر از كوريكت. It is not an MRQ. لو هو MRQ ممكن يبقى الريسبونس بتاعك ما فيش اجابه صح. اه لكن انا قايلين لك من الاول ان هو MCQ، ان لازم يبقى في وان انسر از كوريكت. انت مش مصدقنا براحتك، بس هتتحمل انت الكونسيكونسز بتاعتك بس. ماشي؟ اتحمليها براحتك يعني بس. لكن هو قدامنا دول، هو دي اللي هتبقى، هو ده اللي يعني مش هقدر اديلها اي حاجه ثانيه مختلفه. 13 دي 13 هيتل اللي ناقص الاكس كروموزوم، هي هيبقى فيها مشكله، ما عندهاش الاكس كروموزوم الثانيه يعني الاو ده مكان انه ما فيش الاكس كروموزوم اللونج ار بتاع الاكس كروموزوم. اكس واحده، فالاكس الثانيه بتبقى ديفيشنت ديفكتيف، ممكن تكون مش موجوده اصلا، ممكن تبقى مش موجوده اصلا. يبقى انا كده، يبقى انا ناقصني كروموزوم ثاني، الكروموزوم الثاني ده ممكن يكون اكس او ممكن يكون واي. لا لا لا، لو واي هيبقى اكس واي. يا نهار ابيض، ما هو مش موجود بقى، انا مش عارفه. لا لا لا، ثانيه واحده ثانيه واحده بس، اهدي عليا اهدي عليا. بيقول لك ايه؟ طب due to loss of the chromosome material of which chromosome، لو هو واي كويس، لو هو واي يعني في بقيه الواي. ما هو بيقول لك ايه؟ loss of chromosome material بتاع الكروموزوم ده، يعني انت عندك الاكس دي موجوده الاولانيه لكن الثانيه دي مش كامله، الكروموزوم الثاني ده اللي هو جنب الاكس يعني عندك ده، والمفروض الاكس الثاني ده مش موجود كويس، ده بقى حته منه بس اللي موجوده، حته منه اللي فاضله. فالكروموزوم ده كان مين؟ هل ده كان اكس ولا كان واي؟ يعني ممكن كان يبقى كده وحته منه بس اللي موجوده. لا انا فاهمه ان الكروموزوم كله مش موجود. هو بيقول لك لاس، انا بقرا اللي مكتوب، لاس اوف كروموزوم الماتيريال فروم ويتش كروموزوم، ما قالش لاس اوف ذا كروموزوم انهي. ما هو مش ممكن يقول لك برده سؤال على حاجه مش موجوده خالص. لا ممكن تبقى الماتيريال كلها بقى، الواي كله من اوله لاخره، ولا هي كده اكس؟ مش عارفه انا حاسه ان التفكير ده بعيد شويه. لا لا انا يعني ولا انا اللي بتهيألي يعني، هو الطبيعي ان تبقى الاكس هي مش كده؟ قصدي انا فاهمه ان الترنر في واحد يا جماعه، هي لو في عندنا واي في اتش واي انتيجين في مامولين ده انهبيتنج فاكتور، الست دي مش هتبقى ست، هتبقى هي لازم هيبقى في تستيكولر ديفرنشيشن بديفرنت ديجريز اوف تستيكولر ديفرنشيشن، في مولين ده انهبيشن بديفرنت ديجريز اوف مولين ده انهبيشن. اوكي، فهو لازم هيبقى عندها كان الاكس هو اللي لاست، فعشان كده هي او بارت اوف الاكس كان لاس. 14 سي، انا بفرح قوي على فكره، انا بستفيد لما بطمن، بحس ان هو لا مش المشكله فينا على فكره يعني، انا اسفه بس يعني لا، هيبقى في مشكله ثانيه ان هو انتوا بتفكروا في حاجات مش موجوده يا دكاتره. انت هتجي لك عيان، عيان ده ربنا اللي خلقه، ده يطمنك مش احنا اللي عاملينه لك. ماشي؟ لان ربنا اللي خلقه مش هيديك تريك كده، مش هيعمل لك، مش هيقعد تحت، فانت بيجي لك عيان ده بتاع ربنا، فبالتالي المرض بتاعه هتبقى انت هتقدر، مش هيبقى حاجه من بعيد قوي كده. 14 سي 15 دي 24 years old gravid to paraton is requesting contraception 6 weeks postpartum. Her history is unremarkable except for significant primary dysmenorrhea, which as a following contraception may increase our dysmenorrhea. طب هي طبعا الاوبتيمال بالنسبه للعينه دي ايه؟ لا الاوبتيمال يعني هي اساسا عندها سيفير ديسمينوريا كان بيجي لها بالظبط الاوبتيمال بيلز، لان الديسمينوريا دي تو اوفيليشن، فالاوبتيمال بيلز او اي حاجه هرمونه، اي هرمون اللي انت عايزه ماشي، ده الاوبتيمال بالنسبه للعينه دي. فانا بدور لها طبعا على هرمون، بس هو بيقول لك ايه اللي مش سوتر يعني، هو اكنه اكسبت خلاص. فسي او بيز دي حلوه، لا مش معايا في او بيز، مش معايا ميل كوندوم ولا كابر اي دي ولا نون اوف ذا اباف. هو قصه الاي دي بيزود البين يعني، هو الاي دي اصلا بيزود البين، لانك انت كمان حطيت حاجه جوه اليوترس، زي بالظبط اللي عندها سبميوكوس مايوما في كونتراكشن كتيره وقت المنسس خلاص، برضه لو في اي دي بقى في مور كونتراكشن بتاعه الديسمينوريا دي، لان في فورين بادي هي عايزه تعمل له اكسبلشن، فالاي دي بيزود البين، فانت ده هيورسن الكونديشن اكتر من الميل كوندوم. الميل كوندوم مش هياثر خالص على الديسمينوريا، هتفضل زي ما هي تفتكر، لكن الاي دي هيزود كمان الديسمينوريا. اوكي، فطبعا اللي انت هتستبعده تماما هو الاي دي. اوكي، 16 سي 90 years old woman comes to your office complaining that she has
يعني عندها برولابس لكنها حاسه انها بتقعد على كوره يعني. الاكزامينيشن فاينز فاجينال ستوني سايد اوت اند انتر يوترس لايز اوت سايد فاجينال انتروتس ذيس كونديشن. يعني كده انت بتتعامل مع ايه؟ الست دي عندها 90 سنه 90 سنه يعني هو كلمه 90 سنه دي مش من فراغ اللي هو لو فكرتي عارفه لو كانت دي بتقول لك ايه فولوينج ديليفري كويس انت هتقولي طب هي دي انفيرجن ولا فايبرويد بوليب كبيره كويس لان هي لسه بتجيلها منسس خلاص ولا دي كومبليت بروسيس هيبقى عندك الديفرنشال دياجنوستس ده بس تكون ده سنها ما عندهاش اسرع يبقى اكيد مش فايبرويد اكيد مش فايبرويد اكيد برده مش انفيرجن خلاص فهي انت ما عندكيش غير ان هي تبقى كومبليت بروسيدنش وتنزل يعني هي الانفيرجن المفروض ان هي تبقى يوترس بس بس اليوترس بس هو اللي يبقى بره كويس لكن افرض ان هي بقى يعني لونج ستاندنج تاخد لك الفاجينا يعني هتبقى اسوشيتد معاها يعني ممكن تلخبطها لكن مش هو ده برده هيبقى الفيرست ديفرنشال دياجنوز بتاعك طبعا لان هو الانفيرجن بيبقى يوتراين انفيرجن بس صعب قوي ان الفاجينا كمان تبقى انفيرتد غير لو كانت كمان الليجمنتس بتاعه الفاجينا وكل اللي حواليها بقى فيه سيباريشن فطبعا صح يعني كلامك ان هو يؤكد على ان هي صعبه برده يعني حتى لو كان سنها صغير كنت هتختار البروسيدنشيا قبل ما تختاري الانفيرجن. 17 A 18 B 19 C 20 D 20 A woman complains of post-boiling dribbling of urine when she stands up. The pain frame, of course, and this urine. طيب يعني لما بيكون عندها dribbling of urine when she stands up يبقى انت على طول تفكر في ايه؟ هل ده stress incontinence؟ لا خالص. طب هل ده urge incontinence؟ لا برضو لا. كويس يعني هي بعد ما بتخلص الفويدنج كويس لما بتقوم يعني في جزء يعني في لسه يورين. طب اليورين ده موجود فين؟ تفتكروا اليورين ده هيبقى موجود فين؟ هي خلاص الفويدنج وقامت لقيت ان هو في دريبلينج اوف يورين. اليورين ده كان متجمع فين؟ دايفرتيكولم في اليوريثرا. ده يبقى متجمع في دايفرتيكولم في اليوريثرا طبعا لان هو كانت بعد ما خلصت يعني بعد ما هي رجعت تاني سفنكتر قفل كويس وقامت يعني السفنكتر بتاعتها قفلت لقيت ان في ميه بتنزل يبقى انت عندك كده اليوريثرا عندك البلادر اهي بقى عندك اليوريثرا السفنكتر موجود هنا لكن لو في دايفرتيكولوم ده هيتجمع شويه جول وهي بتيورينيت بس مش هينزلوا ليه لان هو في ساك موجوده الست لما تقوم توقف كويس الساك دي هتبتدي ان هي هتفضي ايه ما السفنكتر والسفنكتر مقفول وهي مش بتيورينيت دلوقتي ده السفنكتر مقفول وهي كونتيننت كل حاجه بس هيحصل لها دريبلينج اوف يورين بعد ما تقوم ليه عشان الدايفرتيكولوم اللي كان موجود ده ودي برده من الحاجات اللي بتفسر يعني موجوده في الكتاب ان ازاي نفرق ما بين اليوريثروسيل وما بين اليوريثرال دايفرتيكولوم. اوكي اليوريثرال دايفرتيكولوم هو ده اللي ممكن لو حطيت ايدك عليه او حاولت انت لو لقيت حته يعني طالعه لك كده وانت بتعمل اكزامينشن وهي في لايسوتومي بوزيشن لو ايفي كومبرس على الحته دي جابت بول دي تبقى دايفرتيكولوم ولا تبقى يوريثروسيل وانت بتيجي اكزامين البيشنت يعني البيشنت كونتيننت يعني البيشنت ده السفنكتر ده مقفول كويس يبقى ده هيبقى دايفرتيكولوم خلاص يعني ممكن يبقى في بول لسه متجمع هنا لكن عمره ما هيبقى يوريثروسيل لان هي شيز كونتيننت فالسفنكتر ده مقفول البول هينزل ليه؟ ما هو ده فاضي حتى لو هو يوريثروسيل بس فاضي ما فيهوش بول. اوكي فده هيبقى يعني اول ما هو قال لك كلمه ان هي بتبقى بينزل لها اليورين بعد ما تقوم يبقى ده هتفكر في يوريثرال دايفرتيكولوم شايز نو اذر سيمتومز يعني ما عندهاش انكونتنس تاني موست لايكلي تو بي فيستولا يوريثرال دايفرتيكولوم هي جنب الرسم. هي دكتور بتعمل ديسبارونيا الايه؟ بتعمل ديسبارونيا فين في الكورسنت؟ ممكن يبقى عندها ديسبارونيا منها طبعا لان هي في دايفرتيكولوم هنا وبعدين يوريثرا دايفرتيكولوم ده لو اتخبط فيه يعني حصل فيه انتروس طبعا هيحصل فيه فين؟ مش عندي ستريس اللي هو ترو ستريس انكونتس اللي هو ستريس انكونتس يعني السبيكتر فيه مشكله. 21 بي 22 بي برضو 23 اي 24 بي 25 دي 26 اي 27 سي 28 اف 29 اي 30 اي 31 اي 31 which of the following reflects the etiology of CIN and cancer cervix HPV طبعا ده associated with obesity مش علاقة ده لو هو endometrial عشان هايبر استروجينيك ستيت فدي غلط دي غلط ده associated with maliparity لا طبعا دي associated with multi para كويس فدي غلط غلط very strong genetic component to the development of cancer cervix يعني very trivial يعني ولو جوابها هي ايه؟ في مشكلة في 32 دي
33 سي 33 هي الست عندها هزيل ماشي. The colposcope permits one to decide which of the following views the cervix بالباور لا modification اكتر من كده فدي غلط. See the entire transitional zone of patient لا طبعا لان هي بتبقى جوه شويه transitional zone. Choose the most suspicious area of cervical portion to take a biopsy اه طبعا دي صح. Treat invasive لا مش treatment ده بيبقى diagnostic انك تاخدي biopsy يقول لك جواب لا فهي سي هي سي هي اللي صح. هذه قلتي بي اللي غلط اللي هي الانتاير ترانزيشن زون مش بتشوفي كل الانتاير في اول بيشنتس لا الترانزيشنال ترانسفورميشن زون بتبقى جوه مش هتشوفيها كلها في كل العيانين لا ممكن تبقى داخله لجوه فما تشوفيهاش بتعرف ما الانفيكيشن بتبقى 20 ل 25 طيب 34 بي دكتور هو مش بي دي المفروض ان انا يعني مكتوب حضرتك قلتي اول في السكيم ان انا بعالج الانفكشن واحده عندها هي هايزيل وعندها كام سنه وعندها 40 سنه المفروض ان انا الاول اعالج الانفكشن انا قصدي على اللي هو السي اي ان 1 لما باجي اعمل له كريم المفروض ان انا الاول اكون عالجت الانفكشن وبقى ريزيستد جيت عشان اعمل له كريم صح؟ ده هو سي اي ان 1 المفروض ان انا اعالج الانفكشن الاول وبعدين اعمل كريم وبعد ما لا يعني هو السؤال ده على العينه دي ولا ده سؤال منفصل؟ لا هو على العينه دي طيب هي دلوقتي البيشنت عندها البايوبسي سي اي ان 3 شي ريكويست كرايو فور تريتمنت كرايو از ابروبريت تو كونسيدر ان ويتش كلينيكال سيركمستانسز هل في سي اي ان 3 لا طبعا سي اي ان 3 مش هعمل لها كرايو البيشنت ويز ويل سيركمسكرايد سمول ليجن مايل ديسبليزيا سي اي ان 1 لو هي كانت سي اي ان 1 بس يعني انت هتقولي لها لا مش هقدر اعمل لك كرايو ليه؟ لو كنت سي اي ان 1 كان ممكن ان انا اعمل لك الكرايو ده فدي معانا انا قلت لك ما بعملوش كرايو الا لما يكون ريزيستنت في صح يعني يكون عالجت الانفكشن وجات ليها تاني كويس ما هو ده بيقول لك ان هي كانت مايل ديسبليزي سي اي ان 1 ما قالكيش هو عمل ايه قبلها بس ده ممكن انك انت يعني بيشن ويبس ويبس كامسكرايبد سمول ليجن كده ممكن تعملي لها طبعا دي صح انفيزيف كانسر طبعا لا اتش اي في بوزيتيف لا بيشن ديزايرنج فيرتيليتي يعني هو الاجابه دي ماشي 35 دي 36 اي 37 سي 37 زومن هاز نيجاتيف ميتاستاتيك ورك اب هي عندها ايه ست عندها ايه سيرفايكال كانسر وعندها نيجاتيف ميتاستاتيك ورك اب هير كلينيكال اكزامينشن شوز الكانسر جروس از شون اللي هو انفولفينج السيرفكس كويس والابر فاجينا طيب هاي بريليمينري ستيجنج هيبقى ايه؟ ايه اللي بيبقى لا خالص ما هي بعيده عن اللاتر دي حتى مش جوه الفاجينا وول اصلا هي مش واصله للباراميتريم خالص مش طالعه يعني هي بس نازله لحد الابر فاجينا فالابر فاجينا ده بتبقى انهي ستيج؟ ستيج 2 بالظبط لا 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 انت ما وصلتش انت وصلت الباراميتريم اللي هي يعني ما فيش فري سبيس ما بينهم هم ايه؟ على حسب هي واصله للاخر للاتر بالبي كول ولا لا لو هي واصله لاخر اللاتر بالبي كول ولا هي بس ريتشنج يعني لو هي 2 بي هتبقى طالعه لبره بس مش لحد اللاتر بالبي هي مش طالعه لبره اصلا 38 اي 39 اي 39 44 years old, multi-para complaints of abnormal giant vein, for a five-month duration, pre-examination, small area, uterus, normal cervix, no adnexa masses, pregnancy is negative, cervical pap smear, no, كل حاجة طبيعية. طب هنعملها ايه? Which is the following is most efficient next step? هنعملها ايه العيانة دي? يعني هو كل حاجة normal, عملتلها يعني كل حاجة normal, وهي لسه عندها bleeding, abnormal bleeding for five months duration. تحبوا تعملوا لها ايه ال 44 سنة? مش بايبسي طبعا محتاجين ناخد منها بايبسي عشان نعرف السبب مين هو المفروض اصلا احنا نعمل اول حاجه نعمل انفيزيف اللي هو السكريننج بالالترا ساوند ايوه هو قايل لك هي في اف يوترس ونورمال ابي سوري نو اماكس ماسس كويس از بريزنت فهو ده قايل لك ان هو يعني ده ضمنيا ان هو اتعمل الالترا ساوند ان هو يقول لك لان ده عمل باب سمير الباب سمير اصلا بنعملها بعد الالترا ساوند بس الكيس هو ده اكزامينشن ديمونستريت يعني ده بالاكزامينيشن هو ده اللي لخبطني يعني انا برضه اول ما اعمل ترانس فيجنال بس حتى لو هو بيقول لك ذا موست افيشنت نكست ستيب مع اللابس ذا سكند او ذا نات نكست ذا موست كومن ده هو بيقول لك الموست افيشنت نكست ستيب هو الموست افيشنت طبعا لان هي دي اب نورمال تايم بليدنج لان انت عارف ان هو اورجانيكالي ما فيهاش حاجه هو بالاكزامينيشن ما فيش حاجه فانت لو كان اورجانيكال بالاكزامينيشن يعني كان في حاجه هو اللي هتبص عليها بالالترا ساوند فانت ايفن حتى بعد الالترا ساوند ما انت عندك كل ده نورمال السيرفكس والادنكس واليوترس فهو غالبا دي اب نورمال برايم كلينيك اللي هي الموست افيشنت حاجه ان انا اعمل بيها دايجنوستس هتبقى اندوميتريوزس يعني لو ما فيش موست افيشنت كنا ناخد
الالترا ساوند. يعني النكست ستيب ماشي هتبقى الترا ساوند اه، لكن انت عايزه الموست افيشنت نكست ستيب ليكي هي اللي هتبقى الاندوميتريال بايبس. تيشو سام 40 بي دكتور 40 لا هو اصلا هنا فولي بلاك عايزه 40 يعني. طيب تيشو سامبلنج ذيس بيشنت يعني هو اهو حتى قال لك انه اخذ تيشو سامبلنج بعدين تيشو سامبلنج ريفيز اندوميتريال هايبرپلاسيا وات از موست كومن سيمتوم اسوشييتد ذيس كونديشن. طيب هيبقى عندها ايه اذا كان عندها اندوميتريال هايبرپلاسيا ايه الموست كومن سيمتوم بتاعه الاندوميتريال هايبرپلاسيا؟ جنا بليدنج بس انا جايبها في الكومبلين. طيب والموست كومن سيمتوم او موست كومن اذر سيمتوم يعني هو مش اذر سيمتوم، هو قال لك الموست كومن سيمتوم للكونديشن دي اللي هي جايه بيها اللي هي الاندوميتريال هايبرپلاسيا هي ايه؟ برضو ده سؤال هديه يعني ده احنا بنعتبره هديه يا جماعه. ودي منك يا دكتور على كده مش كده، في اسئله اللي هي سهله جدا لان ليه بتبقى سهله؟ لانه عايزين نكونفيرم على ان انت عارف انه السيمتوم ده هيجي كده، ان الكونديشن دي هتيجي بكده، دي اساسيات الجي بي لازم يبقى عارفها كويس. فالسؤال ده هديه اصلا. وبعدين هو حتى ما قالكش ايه الموست كومن اذر سيمتوم، هو قالك الموست كومن سيمتوم ماشي اللي هو هتيجي بفاجينال بليدنج. 41 دي 42 سي 48 years old woman develops a postmenopausal bleeding and endometrial biopsy shows adenocarcinoma. And also the abdomen is distracted, is part of the neutral sample, fine pathology shows a tumor extending from the uterus into the cervix, but not as a lymph node. طيب ايه لو هو وصل للسيرفكس من غير حاجة تبقى ستيج كام؟ ستيج ايه المشكلة؟ لو السيرفكس ميكوزا هتبقى ستيج 1. ايوه بس هو كون ان هو قال لكم سيرفكس يا دكاترة ان هو قصده سيرفكس يبقى قصده ستروما، مش ممكن يبقى قصده جلاندز. خلاص لقينا هيسبيسيفاي ليه؟ فكده يعني السيرفايكال ستروما هي اللي افكت لو سيرفكس انفولد. اوكي 43 اي 44 اي 45 اي 44 which of the following postmenopausal women is most protected from ovarian epithelial carcinoma؟ اللي هي عندها least risk factor. اه least بالظبط كده، هو دايما بتيجي الاوفيريان epithelial carcinoma لو عندها ovulation كتير، يعني بيجي لها ovulation لان هو ده بتعملها تروما. فانت هتجيب العينه اللي هي ما بيحصلهاش اوفيليشن. مين اللي ما بيحصلهاش اوفيليشن؟ واحده ان ماريد هيجي لها اوفيليشن طبعا، واحده نان هيجي لها اوفيليشن على طول، واحده ان الليبرا يعني ما خلفتش كويس وذ ريجولر سايكل بيجي لها اوفيليشن، واحده انفيرتايل فريكوينت اندكشن بيجي لها قوي قوي اوفيليشن، واحده مانتي بارا كمان بتاخد او سي بيز يبقى اكيد مش هيجي لها. طيب 45 اي 46 بي 47 سي 48 اي ده كلهم ريكول 49 اف و20 جي. اوكي هدي كان يعني سؤال طرش نان يعني نالي بارد؟ لا نان يعني راهبه. ممكن مثلا 19 تعالي تعالي مع هدي تعالي في حد عايز